تقود الولايات المتحدة الجهود العالمية لوقف عجلة التغيير المناخي من خلال حث دول العالم على التعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا الصدد دعا الرئيس جو بايدن إلى عقد منتدى يركز على خفض انبعاثات غاز الميثان الذي يعتقد أنه المسؤول عن ربع الاحترار الذي تعاني منه الأرض. مساع محمومة تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكبح جماح التغير المناخي. هذه المساعي جاءت على شكل اتفاق على هدف لخفض انبعاثات غاز الميثان الذي يتسبب في رفع درجة حرارة الكوكب بنحو الثلث بحلول نهاية العقد الحالي ودفع اقتصادات كبيرة أخرى للانضمام إليهما. واشنطن وبروكسل ستقدمان خلال الأسبوع الجاري تعهدا مشتركا لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020 حسب ما تفيد مسودة تعهد الميثان العالمي التي اطلعت عليها وكالة رويترز. ويرجح الكشف عن الاتفاقية يوم الجمعة في اجتماع لاقتصادات تتصدر قائمة مصادر الانبعاثات بهدف حشد الدعم قبل قمة غلاسغو للمناخ في نوفمبر المقبل، إذ أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة ستطالب الدول الأخرى بالانضمام إلى التعهد الذي سيكون أحد الموضوعات المطروحة للنقاش خلال منتدى الاقتصادات الكبرى للطاقة والمناخ الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة المقبل. وأشارت وكالة رويترز أيضا إلى وثيقة منفصلة تضم أكثر من 20 دولة ستستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد. وأشارت وكالة رويترز أيضا إلى وثيقة منفصلة تضم أكثر من 20 دولة ستستهدفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التعهد، وتشمل دولا ذات نصيب كبير من الانبعاثات مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل والسعودية، إلى جانب دول أخرى منها النرويج وقطر وبريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. يزداد التركيز على غاز الميثان لأنه المسبب الأكبر لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، ويعتقد أنه مسؤول عن ربع الاحترار الذي يعاني منه العالم على الأقل، بالتزامن مع ازدياد المطالب لإيجاد حلول لعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة مئوية ونصف الدرجة انسجاما مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ. في مناقشة لهذا الموضوع معنا من واشنطن ميليندا كامبل، باحثة رئيسية في المكتب التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة UNF، وتعمل حاليا في مجموعة المراجعة رفيعة المستوى للتوقعات البيئية العالمية السادسة في الأمم المتحدة للبيئة. أهلا بك معنا. بداية دعينا نتحدث أكثر بداية عن خطورة غاز الميثان، وهل فعلا يعتبر المسبب الأكبر لتغيير المناخ من بعد غاز ثاني أكسيد الكربون؟ الميثان هو غاز قوي جدا من غازات الدفيئة، وبعكس غاز ثاني أكسيد الكربون لم نقم بعمل الكثير لدراسته، نحتاج إلى طريقة أفضل لتعقبه والتعرف على الدول التي ينبعث فيها هذا الغاز، طيب الآن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لديهم مساعي وتعهدا بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% حتى العام 2030. برأيك هل هذه المدة هي كافية فعلا للتقليل بهذه النسبة 30% نحو هذه الغازات التي تسبب هذا النوع من المشاكل البيئية وبتغيير المناخ بشكل عام؟ الاتحاد الأوروبي وضع أسس داخل الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الميثان، والولايات المتحدة تتخذ بعض الخطوات، ولكن كان هناك تراجع من جانب إدارة ترامب، ونحتاج أن نبدأ العمل
بنشاط لمنع انبعاث هذا الغاز، ولكن عمل ما يفعله الأوروبيون في هذا المجال لن يفيد كثيرا، لأن هناك السعودية وروسيا والصين والبرازيل على وجه التحديد يقومون ببيع الكثير من الميثان، وعليهم أن يتخذوا خطوات في هذا المجال. وبالتالي ربما هنا نتوقف حول هذه النقطة التي تحدثت عنها. بالنسبة لهذه الدول كالسعودية والبرازيل والصين وروسيا، ما أهمية فعلا أن يكون هناك يعني خط دولي واحد فيما يخص التعاون لأجل حماية البيئة والإيقاف من هذه الانبعاثات الكربونية التي تضر في نهاية المطاف بالمناخ، وخصوصا أن التحركات الدولية الأخيرة تركز على هذا الموضوع، وربما هناك انعكاسات على أرض الواقع بتغيير واضح فيما يخص البيئة من فيضانات وهطول أمطار، وربما أيضا المزيد من التدهور البيئي قد يحصل قريبا أو في السنوات القادمة؟ هناك شيئان يعملان مع بعضهما البعض. أولا، هناك ميل لإطلاق هذه الغازات والتي خفت نسبيا في بداية الجائحة. لا أستطيع القول أننا سيطرنا على انبعاث الكربون، ونحن نحتاج إلى آليات أفضل لتعقب غاز الميثان. يجب أن نعرف من أين يأتي كل هذا الغاز، غاز الميثان. أيضا الميثان يعمل على زيادة حرارة الأرض أكثر من غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب ربما الآن نحن بانتظار نحن الآن بانتظار مؤتمر غلاسكو. إلى أي مدى سيكون هذا المؤتمر فعلا قادرا على الوصول إلى تحديد الأهداف الطموحة بهذا المجال؟ مؤتمر أو قمة غلاسكو تشجع الدول على بلورة التزامات وطنية تتجاوز التزامات الولايات المتحدة، والتي تعمل على تقليص انبعاث الغازات هذه بنسبة 50%. الميثين عامل مهم، وأيضا ثاني أكسيد الكربون. انبعاث الميثان في الولايات المتحدة يأتي من المنتجات الزراعية بصورة أساسية. نحن في غلاسكو يمكن أن نركز على غاز الميثان. يعني هل من الممكن فعلا أن يتم الاتفاق ربما على صيغة موحدة؟ لأنه يعني هناك دول فعلا تعهدت فيما يخص تقليل انبعاثاتها الكربونية، وهناك دول حتى الآن يعني ربما لم تأخذ هذه التحذيرات الدولية فيما يخص موضوع المناخ على محمل الجد. كي أكون صريحة معك، 194 دولة تعتقد أن المشكلة خطيرة وأن علينا جميعا أن نتصرف.
نحتاج أن نحمل معنا التزام باريس ونقدم على التزام جديد أكثر طموحاً وأكثر تمييزاً، وأعتقد أن بالإمكان عمل هذا الشيء بإرادة جيدة وباستثمار، وهذا يعني أن العالم عليه أن يوسع من الصندوق، صندوق المناخ الحالي. هل نستطيع أن نقول سيدة ميليندا بأنه فعلا العالم تأخر، الدول الكبرى تأخرت في تحديد أن العالم يواجه بشكل عام أزمة مناخية حقيقية؟ يعني نستطيع أن نقول بأنه خلال هذا العام بدأنا نستمع إلى مثل هذه التحذيرات الخطيرة، قبل ذلك كانت الأمور تسير بصورة طبيعية وكانت التحذيرات ضعيفة، لا تبدو على هذا النحو الذي تابعناه الآن تحديدا في الشهور الأخيرة. لا يوجد شك في أننا أخرنا الفعل. هذه آخر فرصة لنا لإنقاذ الأرض. وكان أو قمنا بعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، ونحن متأخرين حوالي 30 عاما. في التقرير الأخير كانت هناك فرص يمكن أن نتبناها وأن نغير المسار. مثل ماذا؟ ما هي الفرص التي تتحدثين عنها؟ الموضوع الأول هو التحكم في انبعاث الميثان وجعل كل الدول تبلور خطط لتقليص هذا الانبعاث، تسريع الإجراءات الخاصة بثاني أكسيد الكربون، الاتحاد الأوروبي اتخذ إجراءات سياسية، ويمكن أن نقوم بتطوير جهود تعاونية في مجال الكربون والاستثمار بشكل نشط في حلول مبنية على الطبيعة، أن نمنع التصحر، أن ندير انبعاث الكربون من المنتجات الزراعية بشكل أفضل. الباحثة في الأمم المتحدة من واشنطن ميليندا كامبل، شكرا جزيلا لك.